الأنسة لن ينور الهدى. أنت أنا أقول لك الأنسة، ما أقول لكش السيدة رغم أنك تزوجتي، لأنك لا زلت أنسة. هكا على بها أنا أقول لك وشفت الدليل بأنك لا زلت أنسة. الزوج تاعك احكي لي شوية على زوج إدريس. الزوج تاعي ما يهدر ما يتخر روحو ما والو، بس انا راه واش تقول لمعلو وخالو ويماه حاجه قالوها له ايه تما هذيك هي الصح، هذيك هي ماكاش مراها وماكاش فوقها وماكاش تحتها، وحاجه قالوا له عليها لا تما لا لا، كي تكون واش تكون تما لا لا، ما عندوش هو الشخصيه تاعو اللي يقول انا هذه كلمتي، انا نرجع انا نهدر، انا هذه مارتينا تحمل المسؤوليه تاعها ولا والمعلو قالوا له هذه فوالا هكا وهكا، تما زاد هو ثاني فوالا ماكاش ما عندوش الشخصيه تاعو. انا لما كنت نقول لك الانسه اني انا عندي هنايا تاع عياده القدس، كلينيك القدس، تقول بلي انت هي انسه، عندك هناك هذيك شهاده حكيمة سين ألف عابد زوجة بالمختار الدكتور أس أ عابد إيبوز بالمختار، جينيكولوجية تاريخ، هذا هو هذه الفوتوكوبيا نتاعها. أنا أوريجينال عندي زوج تاعها. أوريجينال راهي؟ عندها. تفضلي احكي لي، قلت لي كاين أمور كما يقول لك من شر البلية ما يضحك. كيما حسيت شغل في عقله مازال صغير، ما ماشي كبير، ماشي تاع اللي بلا تزوج ودوك عندو لازم تخمم واحد اخر وكاع هادي، كيما شنو كنا قاعدين هكايا قال لي انا دوكا كاين بالجمعه نخرج غادي نجيب موراها نخرج نشري بلاي ستيشن كارد، قعدت مخلوعه سبحان الله. كيفاش واحد عنده 26 سنة وتزوج ودار الدار يقعد باش يخمم باش يجيب الدراري باش تكون مسؤولية كيفاش الدار وكاع هاديك، يروح يحوس على حاجة باش يلعب بيها. هو كان خدام تما؟ ايه كان خدام. واش يخدم؟ يخدم تكنيسيان في التخان. بعد هذيك الليلة هذيك اللي قضيتوها هذيك يعني يوم الاثنين هذا. وهي في لوتيل كنا شغل تعاونا شوية، بدا يقول لي خلصت العصا منا شغل ولينا نتك في العصا في لوتيل، الناس فرحانة عزواجها وكاع، حنا ولينا نتحاسبو دوكا أنا درت هادي وانت درت هادي و على باليش ونتي هاكا عفايس يعني. ما كيما قلت له جيب لي في لوتيل، قلت له جيب لي خلص لوتيل في خلصوا بلا والو، قلت له جيب لي نشرب انا عطشانة ولا ما جاب لي ما حوس عليا ما والو، قلت له انا علاش خلصت ما على باش جيت كريت حنايا بلا والو، وصلت لحتى الماء وما كاش اباخ صار لي يعني داخل الغرفة يعني ما كان والو، ما كان والو كاش مثلا عصير ولا والو فواكه والو، خلص لوطان هكذا. المهم هذيك هذاك اليوم عقب غدوة من ذاك الصباح كيفاش؟ غدوة من ذاك الصباح نوضنا جات عيطتي محكي لي فوالا حنا ما شفتهم، هبط ليها هدرو 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 وبعد جا ليا قال لي نهبطو، قلت له خلاص نهبطو، هبط لتحتها قلت لهم شنو فين عليا ما هدروش معايا، ما جابوليش مي بابا موبيل تجي تديني ولا، هبطنا في الباركين نحوس على كرونديس باش تمشي وصلنا. معليش انا رحت هكا وحنا الدار كي حنا الدار بدات تعيط عليا يما تما، قالت
عرفتي ما حبيتش نهضر معاك برا وكلش وخالتو تاني وما انا ما دخلتش راه حاجه بدات نهار شنو غير خالتي لينا قاعدين يتعيط عليا قاعدين يتيلو كان تروحيش معانا ما كيش نورمال باسكو وليدي قال عليك ما عباليش بنتي محفوله وكاعيتي و كاعيتي